الإحرام المانع. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عدنان بوديه مدير إدارة الشؤون الطبية مركز الدمرق الطبي. تم بفضل الله سبحانه وتعالى وبإشراف السيد وزير الصحة دكتور سعد عقوب توفير أجهزة لمركز الدمرق الطبي لمقر الحجر الصحي لهذا المبنى الجديد. وأسرة الدفعة الأولى كانت 18 سرير، الدفعة الثانية 60 سرير، وأجهزة تنفس صناعي 18، وأجهزة علامات حيوية، وأجهزة شفط شفط. وإن شاء الله يعني نسعى إلى تجهيز بشكل سريع، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن لا نصل إلى مرحلة استخدامها، ولكن لابد أن نكون جاهزين لأي طارئ لا قدر الله. ومركز الدمرق الطبي دعم هل المبنى بالمحطات الهواء وبال اليونت بد اللي هن وحدات الأسرة اللي تصير عنها الأكسجين والهواء والكهرباء، وكذلك الإدارات الهندسية والمعدات الطبية اللي حقيقة يبذلوا في مجهود كبير من أجل إنجاز هذا العمل.